أعلنت الأكاديمية الوطنية لتدريب عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال إطلاق حملة تبرع بالدم للعاملين بالأكاديمية وخريجيها انطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية، وذلك تحت شعار شريان واحد. توافد العاملون بالأكاديمية وخريجوها للتبرع بدمائهم والتأكيد على تضامنهم الكامل تجاه الشعب الفلسطيني، وتبرع العاملون بدمائهم من خلال وجود فرق طبية من جمعية الهلال الأحمر لإجراء الفحوصات الطبية للمتبرعين وسحب عينات الدم منهم. كان علينا كلنا خريج الأكاديمية الوطنية إن احنا نلبي الندى وننزل نتبرع، ده واجب خاص بالإنسانية كلها. ما حدش فينا بيقبل العدوان الغاشم اللي بيتم على غزة، ودي ناس عزل محتاجين كل المساعدات. وكان التوجه الأكبر إن فخامة الرئيس دعا للمساعدات لإخواتنا في غزة. احنا بنقول لهم احنا معاكم قلبا وقالبا، بقول لأشقائنا احنا معاكم واحنا في وراكم، وهتفضل القضية الفلسطينية قضية مهمة بالنسبة لنا وبندعمها في كل وقت. بتمنى كل العالم كله يتبرع النهاردة إن شاء الله لأهل فلسطين، يعني هم شايفين الأطفال وشايفين الأهل بيحصل في إيه. ويعني أنا فخورة جدا بالأكاديمية الوطنية اللي عملت الموضوع ده وجابت لنا يعني الناس هنا نتبرع بالدم.